نروح ليه قطر زميلنا المميز ده، ومن اليوم يوم والنهارده احتفالات بالجمله من الجماهير المغربيه تحديدا. زميلنا العزيز محمود شاكر مراسل التلفزيون المصري من قطر. محمود صباح الفل، مشرف ومنور، واكيد اليوم النهارده كان يوم حلو قوي. صباح الفل عليك اكيد يا كريم، عشان الساعه عندنا هنا خلاص 2، واكيد بمسي على جميع مشاهدينك الكرام في كل مكان من هنا من العاصمه القطريه الضاحه. لكن المره دي انا طالع لك من شارع اسمه شارع السد، برضه من اشهر الشوارع هنا في قطر، لان خلاص الدنيا هنا قفلت. ولو ان المغاربه طول اليوم مكسرين الدنيا يا كريم في كل حته، زي ما كنت قلت لك قبل كده يوم ماتش الارجنتين والسعوديه ان الشوارع اتكست باللون الاخضر، النهارده الشوارع اتكست كلها باللون الاحمر. كنت اتكلمت معاك امبارح وقلت لك ان المنتخب المغربي بكره هيعمل حاجه، وفعلا المنتخب المغربي النهارده ابدا اداء ولا اجمل ولا اروع ولا احلى من كده. النهارده بدايه الجماهير المغربيه اتجمعت كلها ومشيت مع بعض في باصات، لان استاد السمامه ما بتعرفش توصل له بمترو، فكلهم اتجمعوا مع بعض وراحوا على طول في الباصات اللي متوفره هنا الحكومه القطريه والفيفا لجميع المشجعين. وصلوا استاد السمامه، استاد السمامه بتركن الباصات في حته كريم، وبتعدي بكوبري عشان تعدي الناحيه الثانيه للاستاد. عاوز اقول لك لو شفت شكل كوبري المشاه كان عامل ازاي، كله لونه احمر والاغاني المغربيه الجميله. كان عندهم ثقه وكان عندهم تفاؤل وكان عندهم احساس ان المنتخب المغربي هيعمل حاجه. شفنا طبعا التشجيع الجنوني والرهيب من الجماهير في الاستاد بعد المباراه ما انتهت. كالعاده الجماهير قعدت جوه الملعب، قعدت تحيي كل اللعيبه، خصوصا وليد الرجراجي اللي الناس كلها هنا بتكن له هو كل الفضل اللي حصل للمنتخب المغربي. طبعا شفنا اللقطه بتاعت سفيان بوفال اللعيب المغربي وهو كان زعلان وهو متضايق وهو طالع في التغيير، ولكن الجماهير في الملعب ما حدش سنده خالص. حتى انا كذا حد كان مباراه حضر كان بيقول لي ان هو اول ما عمل شويه حركات دي بايده وزعلان ان هو طالع، مع انه هو كان واحد من افضل نجوم المباراه. الناس كانت بتقول له يلا 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 اطلع بسرعه، وفعلا وليد الرجراجي النهارده تفوق على الجميع، وكان سبب من اسباب يا كريم مشيان خليل وزيتش عدم ضم واحد الجماهير حكيم زياش طبعا. طب محمود انا عايز اسالك على راي الجماهير النهارده بعد المباراه، قالوا لك ايه؟ اتكلموا معاك في ايه؟ امالهم وطموحاتهم ما بعد هذا الفوز النهارده، الفوز الكبير على منتخب البلجيكي. بص يا كريم، هما كلهم دلوقتي خلاص بقى بيتكلموا ان هم يروحوا دور الثمانيه. هو بيتكلم بيقولوا لي احنا خلاص اقوى فرقتين لعبناهم، كسبنا فرقه وتعادلنا مع فرقه، والمباراه الجايه هتكون قدام المنتخب الكندي اللي ما حصلش اي نقاط، فاحنا بسهوله هنقدر ان احنا نكون اول المجموعه، وان المجموعه اللي هيلعبوا فيها المجموعه الثانيه اللي المفروض كان مفترض فيها اسبانيا والمانيا، طبعا بنسبه كبيره اسبانيا هتبقى المركز الاول، فهم بيتكلموا ان ممكن يلعبوا اليابان او يلعبوا كوستاريكا، فده معلي الطموحات جدا جدا جدا. النهارده كنت في لوسيل بوليفارد بتكلم معاهم، بقول لهم طب انتوا شايفين طموحاتكم رايحه لحد فين؟ واحد بيقول احنا هنروح الفاينل، نفسهم نفس اراء المنتخب السعودي. ولكن الطريق للمنتخب المغربي يا كريم ممهد جدا، خصوصا بعد النتيجه برضه السيئه للمنتخب الالماني النهارده، ان دول المجموعتين اللي هيلاعبوا بعض. المنتخب المغربي كاسماء وكافراد وكجماهير قوه جماهيريه هنا كبيره جدا جدا يا كريم، فالناس النهارده كان عندها ثقه. وعاوز اقول لك كانوا كلهم بيشيدوا اكتر حاجه بوليد الرجراجي وبالتغييرات اللي عملها. طبعا التغييرات اللي عملها، التغيير الاولاني عمل الاسيست وعمل الفاول، والتغيير الثاني اللي احرز الهدف برضه اللي حصل عبد الله. هو ايه اللي حصل؟ ردود فعل الجماهير مع خروج ياسين بونو، ردود افعالهم كانت ايه؟ مفاجاه كبيره اصلا، واقف النشيد الوطني مفاجاه بيخرج من المباراه. كله كان حاطط ايده على قلبه، وانا كان عندي احد اصدقائي حضر المباراه بيقول لي اول صدت صدت خالص المباراه كمان كان في الدقيقه الثانيه او الثالثه، كان في شبه انفراد لمنتخب بلجيكا، اول بالظبط اول ما الكره دي اتشالت فضلوا لمده دقيقتين بيهتفوا للحارس طبعا عشان ياخد الثقه. وكانت ياسين بونو واحد من افضل الحراس في العالم، مش في افريقيا بس، واحد كل تقريبا سنه بياخد افضل حارس في الدوري الاسباني. فياسين بونو كان حاطين ايديهم على قلبهم، ولكن بصراحه الحارس الاحتياطي كان فعلا كان سادد مكانه. وزي ما بقول لك اول كوره خالص صدها دي الجماهير قعدت لمده دقيقتين بيهتفوا له باسمه، وده اللي اداله الثقه الكبيره جدا. المنتخب المغربي بصراحه ادى اداء النهارده كان رائع، في سوق واقف ما فيهوش رجل، كله مغاربه يا كريم. لوسيل بوليفارد بعيده شويه او ضرب سمعت ان كان في شويه مناوشات وزعم من جماهير بلجيكيه بعد المباراه. هو بص، انت عارف الحماس بتاعنا، وعلى فكره كان في جماهير ارجنتينيه زعلانه برضو من الجماهير السعوديه، كانوا مزودينها معاهم شويه. بس يا كريم احنا جمهور عربي كتير قوي، وبتلاقي في الملعب يا كريم مثلا حوالي كل 10 مغاربه حواليهم واحد بلجيكي،
فمع الحماس ومع القوه والاندفاع اللي كان فيها الجماهير، خصوصا بعد الشوط الثاني شفت حاجات كتير على السوشيال ميديا، الناس بس مش بتحتفل مع اصحابها، لا ده بيروح يشاور البلجيكيين ويحاول يمسكوا كده من كتر الفرحه. هو مش القصد ان يحصل اي مشاكل او مناوشات، انت عارف هنا الدنيا لحد دلوقتي جميله جدا وبسيطه جدا ومفيش اي طيب مناوشات، محمود، انا كنت ولكن لسه بقول، كنت لسه بقول دلوقتي انه يا جماعه الجماهير العربيه اللي بتبقى حاضره في المدرجات مش جماهير مغربيه بس او تونسيه بس او سعوديه بس او قطريه، واضح جدا ان كل العرب بيبقوا موجودين في مباريات المنتخبات العربيه. انا بقول كلام مظبوط دي بحسب المعلومات اللي انا عارفها؟ صح يا كريم. على فكره في مصريين كتيره جدا جدا لا يقل عن 3 4% دايما من العدد اللي موجود بيبقى موجود في كل ماتشات مباريات المنتخبات العربيه. النهارده كان في توانسه كتير جدا، انا رحت قدام الاستاد، استاد السمامه، في ناس كتيره جدا طالعه باعلام مصر وباعلام تونس، وفي ناس كتيره جدا كانت طالعه برضه باعلام السعوديه. النهارده لو تتمشى في كل حته بتلاقي مثلا الجمهور السعودي لابس 3 4 لابسين علم المنتخب السعودي، و3 4 لابسين علم المغرب. كل الناس هنا، وانت تقف تتكلم مع اي حد سواء قطري زعلان ان هو طلع يقول لك البركه في المنتخبات اللي موجوده، وان شاء الله تونس كمان تقدر تزق، والسعوديه فرصتها كبيره. وبرده النهارده بتكلم على الجماهير المغربيه، طبعا كل شويه لازم يذكروا يعني ان احنا ما كناش موجودين، ولكن بيقولوا لي في امل كبير جدا المنتخبات العربيه بس تعدي. احنا كل فرقنا سعيد ان هو محمود، احنا فرقنا معاهم جدا في مواجهه المنتخب البلجيكي، المواجهه الوديه اللي طبعا لعبناها قبل المواجهه الرسميه. طبعا عاوز اقول لك، فاكر يا كريم طلعت معاك اول مره هنا او ثاني يوم لما جينا هنا بتتكلم معايا بتقول لي اراء المنتخب المغربي والتونسي والسعودي، قلت لك المنتخب المغربي بالرغم ان هو في مجموعه صعبه جدا مع ثاني وثالث العالم، ولكن هم شايفين ان هم ممكن يقدروا يعدوا بسبب مباراه مصر وبلجيكا، لان مصر لما لعبت بلجيكا كشفت بلجيكا بصراحه، يعني كشفت الشكل اللي ممكن تلعب عليه بلجيكا. يعني الراجل مدرب بلجيكا راح يلعب منتخب مصر عشان يعرف ازاي يلعب منتخب المغرب، خسر من منتخب مصر وخسر من منتخب بلجيكا، ودي الثقه اللي احنا اديناها لهم. ويعني كنا نفسنا نبقى موجودين، بس احنا عملنا يعني اهو عملنا خدمه للمنتخب المغربي. صح. وصدقني يا كريم طيب. مباراه المنتخب المصري فرقت جدا طيب. في ثقه لعيبه محمود، المنتخب المغربي. محمود عايز اسالك بقى اخيرا عن الجماهير السعوديه، في مباراه جماهيريه هتتلعب اخر الاسبوع، مباراه بين جمهور السعوديه وجمهور المكسيك، زي المباراه وقوتها في الملعب، هي مباراه جماهيريه، جمهور المكسيك جمهور قوي جدا وبيشجع بحماس زينا كده بالظبط، زي العرب بالظبط، ففي مباراة جماهيرية ما تختلفش أبدا عن المباراة في أرض الملعب. بيقول لك إيه عن هذه المباراة؟ أنا هحكي لك حاجة بمنتهى الصراحة يا كريم. امبارح مباراة الأرجنتين والمكسيك الجمهور المكسيكي كان أقوى بكتير. يعني تقول لي إزاي؟ أقول لك ما أعرفش. الجمهور المكسيكي معروف طول عمره، إحنا شفناه في 2018 في روسيا لما كنا موجودين هناك، ولكن الجمهور المكسيكي قوي جدا جدا جدا، وعندهم اغاني وعندهم نظام رهيب ومشهورين بالكبات بتاعتهم، بيلبسوا كده كاستمز معينه. ونفس الكلام الجمهور السعودي، اعتقد ان هو اكيد هو اكتر جمهور موجود، مش جمهور عربي، هو اكتر جمهور موجود في الدوحه كلها او في قطر كلها هو الجمهور السعودي. ونفس الكلام برضو الجمهور المكسيكي، مع ان هم ما بيروحوش بعيد في كاس العالم، ولكن هم عندهم انتماء كبير جدا. فهنشوف سجال وهنشوف صراع كبير جدا في الملعب، ولكن اعتقد ان الغلبه هتكون للجمهور السعودي، لان للاسف في سوق سودا كتيره جدا شغاله في التذاكر، وناس كتير قوي من جماهير السعوديه بتحاول تحصل عليها. والجمهور السعودي يا كريم انا عاوز اقول لك عليه اخر حاجه بس قبل ما اقفل، الجمهور السعودي هنا مش بس اللي بيحضر المباريات، عندهم في الفان زون بتاعتهم قلت لك عليها ناس كتيره جدا جدا جدا. فالجمهور السعودي هنا في كل حته، سيدات وانسات، يعني اللي ما بيحضرش الماتش بتلاقيه في الشارع، ما بيحضرش ماتش تلاقيه في فان زون، ما بيحضرش ماتش بتلاقيه في اللوسيل، ما بيحضرش ماتش تلاقيه في الكيرن. فالجمهور السعودي هيبقى ماتش جامد جدا إن شاء جدا الله. جدا. انا بقول لك إن شاء تفوق الله. المنتخب، تفوق جمهور المنتخب المكسيكي امبارح على المنتخب الارجنتيني ان شاء الله. محمود انا بشكرك شكرا جزيلا كالعاده، مميز، استمتع بكل كاس العالم والمنتخبات العربيه، بشكرك شكرا جزيلا. طيب وعبال مليون سنة يا حبيبي، وانت طيب يا رب يخليك يا محمود حبيب، اشكرك شكرا جزيلا يا محمود. طيب